السلام عليكم. ديننا بيأمرنا بغض البصر، يعني لو راجل كده معدي وشاف ست جميلة فلازم يغض بصره ويقول استغفر الله العظيم وما يبصش تاني، وبرضو لو ست يعني نفس الوضع لازم تقول استغفر الله العظيم وما تبصش تاني. من وانا جاية وانا سمعة البنات بتردد كتير استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، ما خدتش خوانة، قلت ادخل بقى وابتدي اقرأ اللي مكتوب في تقديمة الضيف اللي معايا. فالحقيقة وانا بقرأ قلت معاه حق، يقولوا استغفر الله العظيم. انا هعمل مسابقة هقول لكم التقديمة اللي زمايلي في الاعداد كاتبينها، وانتوا قولوا لي بقى يا ترى اللي كاتب التقديمة دي ولد ولا بنت؟ التقديمة بتقول ايه؟ في السنين الاخيرة ربنا كرمنا، ربنا كرمنا بجانات، حاجة كده تشرح القلب، ميكس من الحلاوة والجمال والأداء طبعا، بس الأداء خلوه يعني الحلاوة والجمال الأول، لكن في حالة خاصة جدا هي مزيج من الأداء العظيم والحلاوة والجمال. تفتكروا اللي كاتب المقدمة دي بنت ولا ولد؟ أنا شايفة إنها لازم تكون بنت، ودي من الأصوات اللي سمعتها بتقول أستغفر الله العظيم، لأن النجم اللي معايا ما شاء الله تبارك الله ربنا أنعم عليه بجمال ملامح وروح وأخلاق، فالحقيقة جمال كامل ما شاء الله تبارك الله، مش بحسد ولا حاجة. هختصر وهقول إن هو نجم مزيج، هو الجنسية سوري لكن كمان فيها حتة أرجنتيني كده، فاللي هو اللاتيني مع العربي يعملوا إيه؟ يعني مش هتكلم أكتر من كده. معايا النجم الشاب فراس سعيد. نحلي بقى في الفقرة دي. شرفتني ونورتني. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ والله إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ ما ينفعش ما ينفعش، انا ما بعرفش اتعامل مع الحاجات دي تماما. والله ليه بس؟ ما ده واقع ما شاء الله تبارك الله، احنا مش يعني دي نعمه ربنا يعني انعم عليك بيها، ده مش اجتهاد منك. الحمد لله. شرفتني ونورتني، وانا انت عارف انا بحبك قد ايه وبحترمك قد ايه، وتقابلنا قبل كده صح، ما تقابلناش في شغل، اتقابلنا في بروجرام برضو، في بروجرام برضو، وكنت سعيده جدا جدا بوجودك معايا. انا مبسوط قوي، انا مبسوط قوي يا نشوى، وانا انت عارفه قد ايه معزتك عندي، وقد ايه بحب اللي انت بتعمليه، وقد ايه بتوصلي للناس، وما كانش ينفع اني اي مس الاوبورتيونيتي دي. والله العظيم ده فوق دماغي، وميرسي جدا. انا عارفه انت مشغول جدا، مشغول، عندك عمل في لبنان بتصوره بالزبط. وعندك عمل كمان في مصر بالظبط. طب ما تيجي نتكلم بسرعه بسرعه عن الاعمال الجديده عشان نبقى كل المشاهدين عارفين. والله بصي انا بصور مسلسل اسمه اسود فاتح، بطولة هيفاء وهبي. اوبا اوبا هيفاء وهبي. ومعانا ناس كتيرة جدا جامدة قوي، معايا شريف سلامة، ومعايا صبري فواز، ومعايا روجينا، يعني الكاست كله ما شاء الله كاست جامد جدا، وبقالنا شوية حلوين دلوقتي شغالين في المسلسل ده، كان المفروض ينزل في رمضان 2020 بس للأسف بسبب الكورونا والحاجات دي كلها ما لحقناش، ودلوقتي رجعنا نصور تاني، خلاص فاضل لنا 4-5 أيام تقريبا تصوير، وان شاء الله ينزل قريب جدا ما شاء الله. مسلسل تقيل قوي، المخرج كريم العدل. كريم ما شاء الله من المخرجين انا مبهور بيه، انا اعرفه من زمان جدا، ويعني ما تعملناش يمكن في شغل بس شفته هو شغال سنه بعد سنه ما شاء الله عليه، مجهود وقدره واحساس يعني في الاخر، ونتائج مبهره على سنه الصغير ما شاء الله، بس هو اصل جينات كمان، هي جينات، هي جينات، هي العيله ما شاء الله يعني كلهم. وبعمل هنا يعني بخلص دلوقتي قوت القلوب، هو خلاص فاضل لي يعني ده الجزء الثاني، المفروض ده الجزء الثاني يوم واحد تصوير خلاص، وهيكون قفل والمفروض نازل اليومين دول الجزء الثاني، وبس شغال كده في حاجه كده لسه كونفيدنشال بس لبره. ف ما شاء الله لبره ايه؟ عالميه؟ ان شاء الله ارجنتين بقى وكده؟ ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فيعني شويه حاجات كده الفتره دي طبعا بسبب الوقفه اللي وقفناها كلنا، والعالم كله وقف بسبب المرض ده، فجاه الناس اتكبست كلها فوق بعضها، والاعمال كلها طبعا مش بس في المجال بتاعنا، في كل المجالات، كل حاجه،
فالطبيعي ان الناس دلوقتي بتحاول انها تو كاتش اب، انها تلحق بقى كل الحاجات الوقفه اللي احنا وقفناها دي. ان شاء الله نعوض باذن الله، وان شاء الله كل اللي كان متوقف ان شاء الله نشتغل تاني. بس انت محظوظ برضو مع الجميلات. انا محظوظ جدا. ليلى علوي، هيفاء وهبي. انا محظوظ قوي. بصي انا دايما بقول اني انا على الفتره الزمنيه اللي انا اشتغلت فيها كنت محظوظ قوي بكم الاعمال المحترمه الكبيره اللي اللي الحمد لله كنت جزء ولو كنت صغير يعني فيها. المخرجين اللي تعاملت معاهم، الاسماء الفنانين اللي تعاملت معاهم، الستات بتاعت الشاشات. اتكلم كتر بالرجاله اللي قاعدين عشان يحقدوا عليك. بصراحه يعني انا بدايتي يعني في الاول عملت حاجه برضو مع شركه العدل، كانت معايا مايا نصري وغاده عادل، بعدها على طول ليلى علوي، بعدها رانيا يوسف، بعدها ما شاء الله يعني وروجينا ودره، ويعني الحمد لله بديتك متوش على البديتات بتوع الوسط بتاعك. يعني كان حظي كويس جدا، وبالعكس يعني انا يعني احترامي كله وتقديري كله ستات الشاشه كلهم بصراحه. يعني هم يعني انا جزء صغير جدا وباجي بعمل دوري، وهم اضافه في الاخر. انت بتشتغلي مع ناس اسماء ليها سنين من الاعمال المحترمه والكبيره جدا، والواحد بيتعلم. والله بص ما شاء الله عليك، انت لو ما اثبتتش نفسك ومع كل خطوه بتعملها في راس حقيقي بتبقى ملفت جدا جدا. عندك رزانه في ادائك كده، ربنا انعم عليك بتيب برضو مش كتير الحمد لله. الحقيقه انا يعني اقول لك ايه، انا في الاول خالص انا ما كنتش اتخضيت لما اتكلمنا حتى قبل كده ان انت سوري. انت مصري جدا جدا جدا، بس استغرامي راح لان مثلا انور وجدي كان سوري، وما كناش عمرنا ما حسينا ان انور وجدي سوري. صح. سعاد حسني ونجاة الصغيره والدهم سوري، عمرنا ما حسينا انهم سوري. صح. مين صح. تاني في ناس كتير، فريد الاطرش واسمهان طبعًا. سوريين لكن مصر، فانت مصري اصلي يعني جداً. يعني وبناء اولادك كمان اسم الله. بصي انا هقول لك على حاجه، انا مشكلتي ان انا بسبب يعني طريقه حياتي، وعلى ما اعتقد اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، اتنططت كتير جدا. فانا بعتبر نفسي مواطن للكره الارضيه. الانتماء بيجي من حاجات كتيره جدا. انا انتمائي لسوريا جاي من اهلي، احساسي بيهم، احساسي لحبهم للبلد، الحاجات دي كلها. جيت بعد كده وانا بكبر، اسبانيا والارجنتين بالنسبه لي كان ليهم عامل كبير جدا في نموي وفي حياتي وتكوين دماغك وتكوين دماغي وتفكيري وكل حاجه. جيت على مصر بالنسبه لي كانت هي النقله الاخيره اللي كانت بالنسبه لي هو الاستقرار، هو الامان، هو الزواج، هو الولاد. ادتني كتير جدا، يعني انا روحي انا بعتبرها مصريه. يمكن لغايه من قريب ولغايه النهارده يمكن في حاجات تهرب مني شويه في الكلام، بس لا انا يعني كل حاجه بتربطني في الحياه دي دلوقتي بقت في مصر. ولادي اللي هو اهم حاجه ومامتهم موجودين في مصر. شغلي الهوا بتاعي بقى مصري. واحنا والله ما حاسين ابدا ولا حد من الساده المشاهدين انت مصري. يطلعوا لي جنسيه بقى، يطلعوا لي جنسيه بقى. والله يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. والله انت يعني من غير جنسيه انت حاسس ان انت وسط اهلك وسط ناسك، وانت بتقولي ولادك ومامتهم مصريين وقاعدين في مصر جدا بشكل فوق ما تتخيلي، وقلبي على البلد قوي وقلبي على الناس جدا، وبحترم كل حد فعلا شغال للبلد. بامانه يا فراس، شايف ازاي مصر الجديدة اللي حاصلة دلوقتي؟ هايلة هايلة، واحنا ماشيين في سكة صحيحة جدا. انا بقول لك ده لان انت من بلد عظيمة عريقة. يا رب ترجع بهية زي الاول ونروح كلنا ان شاء الله. لو رجعت نص ما كانت عليه سوريا ان شاء الله كلنا هنبقى مبسوطين قوي. انا ليه بسألك؟ علشان يعني الحمد لله انت ليك بلد تانية او بلد ولادك يعني فانت مستقر فيها، فكان عايزة بلسان حد يعني مقيم في مصر يقولي هو شايف بلدنا ازاي. بصي انا هقولك على حاجة، هدي لك مثال بسيط جدا. انا جاي دلوقتي من بيروت وراجع تاني على بيروت. فكرة عدم الاستقرار يا جماعة مش حلوة. مش حلوة خالص.
بتتكلمي عن بلد في مشاكل وفي أزمات مش عارف يطلع منها بقاله سنين وسنين طويلة جدا، وشعب ما يستاهلش عظيم ما يستاهلش ده، بلد عظيمة. لما بتشوفي الحاجات دي وبتفكري في اللي احنا عدينا فيه خلال ال 15 20 سنة اللي فاتوا دول، لا لازم تحمدي ربنا. أنا بقيت كواحد يمكن مش شايل الورقة المصرية، والله العظيم أنا ماشي الناس بقيت حاسس اني فخور، والله العظيم مش بهرج. أيوه. انا في ناس بيقولوا بقول لهم يا جماعه انتوا في مشاكل صغيره، قعدوا يكلموني في حاجات بيقولوا لي احنا نفسنا في ناس زي اللي ماسكين عندكم. والله إيه؟ والله العظيم دول انا عارفاهم. بص يا حبيبي، انا عندي 54 سنه، فانا عشت فترات كتير جدا جدا في البلد دي اكيد، وشفت اللي بيقول لك كده ما شافش واحنا بنقف طوابير جمعيه علشان ونشوف واسطه علشان حد يدينا، ده كان على ايام وانا صغيره اكيد، حد يدينا فرخه في الاسبوع وكيلو رز ونشوف واسطه وسوق سودا. يا نهار ابيض. ما شافوش ان احنا كان ابويا ظروفه ضيقه فكان يشتغل يطلع عينه عشان في حاجه اسمها 10 جنيه حوافز في الشهر ينفعه ولاده اكيد. ما شافوش واحنا بيتنا بيقع ومش لاقيين بيت، ما عندناش بيت تاني نتنقل فيه، وممكن البيت يقع علينا في ثانيه لان احنا كنا ساكنين في شبرا بيت فقير قديم. ما شافوش الحوجه، اللي بيقول لك الكلام ده ما شافش ومش عايز يشوف اللي بيحصل. بس هقول لحضرتك بس هو لو فتح عينه شويه أكيد. وشاف المحيط اللي احنا حوالينا، يا رب ينجي كل دولنا العربية لأنهم إخواتنا ولأنهم إحنا. أمين يا رب. لما يشوف التشتيت إن ما بقاش فيه بلاد، الناس بقت متهجرة في خيم على حدود. صحيح. لو شافوا ده صحيح هيحمدوا ربنا إن في عندهم حد بيفكر في إنه لو كان ده حصل من 30 سنة كان زماني دلوقتي أنا مستريحة. أكيد. أنا مطمنة إن اللي جاي عظيم للي جايين. في ناس ما بتنامش صح عشان البلد دي تقوم. احنا وهو ده اللي هم بيقولوه على فكره. انا يمكن انا ما وصلتش، هم بيقولوا لي احنا نفسنا اننا نبقى على خط زي ما انتم ماشيين عليه زي مصر. انا فاكره ده بره. لا عشان كده لا ده انا بقول لك انا حسيت اني فخور ان هم شايفين ان يا جماعه احنا نفسنا نبقى زيكم، نفسنا يبقى في ناس قلبهم على البلد وشغالين صح. انت فاهمه قصدي؟ انا كواحد برجع بقول لك انا مش شايل الورقه، انا حسيت بفخر اللي هو يا جماعه طب انت ايه المانع في ان انت تبقى يعني مش في اجراءات بتاخد الجنسيه المصريه؟ في بس مصريين. انا نفسي والله نفسي انا شويه، بس انا يمكن ما فيش حد دلني على الخطوات الصحيحه. قبل كده زمان كنت بحاول، يمكن الموضوع لسه ما كانش سهل او 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 في امكانيه او لا. احنا كان عندنا مشكله ان الست المصريه مش ما كانتش قادره تدي لاولادها الجنسيه. لكن الحمد لله القوانين كل ده اتغير دلوقتي، وكل ده دلوقتي بيتعدل. يا ريت. انا اهو برجع بقول لك انا راجل معتز قوي بقعدتي هنا، فخور باللي بيحصل في البلد جدا فوق ما تتخيلي فوق ما تتخيلي، وحاسس بفخر على ما اعتقد العالم العربي كله لازم يحس بيه، لان فعلا اللي حصل معانا وازاي احنا طلعنا منه وازاي احنا وصلنا للي احنا واصلينه ده دلوقتي، لازم تسمعي الناس تتكلم عن اللي عامل ازاي بره. ربنا بيحب البلد دي الحمد لله. الحمد لله. ووصل بيها، وربنا الحمد لله مكن اللي يقدر ينجي البلد دي. ورجاله وستات البلد دي طول عمرهم موجودين، وطول عمرهم وقفتهم في ساعه الزنقه بتلاقيهم وقفتهم موجوده، وهو ده اللي احنا بندور عليه في كل العالم العربي. تحيا مصر بعشقها اللي زيها. يا رب يا رب. وتحيا مصر بولادها دايما. وانا اسفه الفقره خلصت بسرعه. ده ايه ده؟ بس اطمنا ان شاء الله هتبقى معانا. نشرب قهوه مع بعض قريب ان شاء الله يا حبيبي، وان شاء الله هنشوف قوت القلوب الجزء الثاني، وهنشوف ان شاء الله اسود فاتح. اسود فاتح. وهنشوف ايه كمان؟ حاجه اسمها الكهف. الكهف ما شاء الله شغالين فيه. فان شاء الله هنشوفك، وان شاء الله اتشرف بيك وانت ناجح في كل الاعمال دي. ربنا يخليك. شرفتني ونورتني في راس جدا جدا جدا. ميرسي جدا. وانا دايما ببقى مبسوط لما بشوفك بجد. الله يخليك. اشكرك. انت عندك روحك كده. كتر خيرك يا حبيبي. اشكرك جدا. ميرسي ميرسي ليك. للاسف الفقره الاولى خلصت مع فراس، وان شاء الله هنتنقل دلوقتي لفقره ثانيه، فقره عظيمه جدا. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته.
رجعنا لكم تاني. منهج مختلف بيحصل لإدارة البلد. منهج فيه وعي إن الشباب هم المستقبل وبشكل عملي مش مجرد شعارات وكلام، وإن المستقبل بيتبني بالشباب اللي عندهم وعي كبير لأهمية وجودهم في وطن زي مصر. ده مش كلام إنشاء أو مش كلام برنامج، ده بالفعل. لو الإدارة المصرية مش واعية لقيمة الشباب، ما كانتش مكنت مثلا أكتر من 37 نائب محافظ كلهم من الشباب اللي تحت سن 30. حاجات كتير بتحصل للشباب. أنا حبيت التجربة تبقى بشكل عملي، فمعانا ضيف من الشباب، مرشح سابق لمجلس الشيوخ ويمكن ما توفقش، لكن الحقيقة احنا مصرين انه يكون معانا علشان تبقى تجربة عملية من شاب يقول تجربته، ليه رشح نفسه، ايه السبب اللي خلاه خد الخطوة دي، وكمان بعد ما يعني لم ينول شرف التمكين من انه يبقى عضو في مجلس الشيوخ، رد فعله ايه؟ هيمتنع عن انه يخدم بلده؟ وهل خدمته لبلده محتاجه بوزيشن او موقع يكون فيه؟ معايا المهندس عبد اللطيف ابو دنيا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ فرصه سعيد. انا اسعد والله وفرحانه جدا جدا بحضرتك وفرحانه بوجودك معانا، وانت نموذج مشرف لشاب من الشباب المصريين اللي حب يخدم البلد دي. اشرح لي ايه اللي خلى حضرتك تفكر في ان انت تترشح لمجلس الشيوخ؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بنتمي في الاصل لدايرة كفر شكر، انقرية اسمها كفر كردي. الدوافع الترشيح ما كانتش مجرد ان احنا شباب وعايزين نمثل طائفة الشباب، ولكن لان احنا قلنا احنا شباب فامتلك جزء من العزيمة مع القدرة على السعي، فده كان يمكن كان البداية. انما الهدف الاساسي من الترشيح كان ان احنا عندنا الدايرة كفر شكر ومركز بنها ومدينة بنها كان لها ظروف خاصة في الانتخابات اللي فاتت. واحد من اهم الظروف دي كان غياب النواب لاسباب ما، نواب مجلس الشعب بعضهم مسافر بره وما بيظهرش اطلاقا. ومن هنا من المنطلق ده بنأكد ان لازم اي نائب يغيب عن اداء صلاحياته لظروف قهرية تمنعه او لظروف ما، يا اما يقدم استقالته يا اما يتيح الفرصة لابناء دايرته ان حد يخش يمثل وياخد مكانه. ايوه، ما هي المسألة هم يعني حاجز مكان يعني بدون خدمة الشعب. احنا مش هنذكر اشخاص. لا لا لا، تمام، لان احنا شو ما نعملش اسقاط على حد، لكن ده نقطة مهمة جدا بنتمنى ان المشارع يقوم بيها في المرة اللي جاية، ان اي نائب يغيب عن اداء دوره في دايرته نظرا لوجوده بالخارج او نظرا لاي ظرف قهري او مرضي لازم مكانه ده يخلى وحد من الدايرة يترشح ويقوم مكانه. كان السبب الثاني نفس التجربة كررت، ولكن المرة دي مش كررت من نائب، ده كررت من الاحزاب. الاحزاب قررت انها تخصم دايرة بنها ودايرة كفر شكر بعدم تمثيلهم في القوائم او في تحالفات الفرد. ليه مستقصدينهم؟ المساله مش مساله استقصاد قد ما هي مساله سياسه، فاحنا عايزين بنقول ان في جزئيه السياسه مش كل حاجه هتبقى على حصه ان انا عايز اخد مقعد في البرلمان. لازم في دايره. طب يبقى ده تقصير مدينة من الاحزاب اللي هي المفروض بتمثل الشعب، وتقصير هي دي جزئية من عضو مجلس الشعب اللي ما بيكونش عنده ضمير ويبقى المفروض الهدف خدمه الشعب، فهو بيقعد يتمسكن ولحد ما يتمكن زي ما بيقولوا، وبعدين ياخد المميزات ويمشي. ما هي دي جزئيه من الجزئيات اللي انا بحب اكد عليها، ان مش كل حاجه بنسقطها ونرجعها للدوله. لا، كل الدوله مش الدولة عايزه تخصم كفر شكر وتخصم بنها. في قانون الدوله اقرته وفي الشعب التزم. في قانون وضعته احزاب. في قانون وضعته احزاب. والقانون ده ما كانش باين من تبعاته، ما كانش باين من تبعاته او تشريعيه ان هيتم اختصام مدن او مراكز من العمليه السياسيه. تمام. تمام. فاحنا هنا بنوجه رساله ان في المره الجايه لو سمحتوا اي مركز او مدينه لازم يمثل حتى لو كتلته السكنيه صغيره. تمام. انا مش هدور على مركز يبقى فيه 300,000 بني ادم واقول ده يمثل باثنين عضو، وهنا عشان انتوا 150,000 ما تمثلوش. تمام. احنا زي ما طبيعتنا في مصر ان اي نائب موجود بيعكس مشاكل المنطقه اللي موجود فيها. تمام. كل منطقه ولها جغرافيا. احنا مركز كفر شكر عندنا صناعه الدواجن رقم واحد على مستوى الجمهوريه، ما فيش حد النهارده بيعكس مشاكلنا. عندنا زراعة زي زراعة الموالح مفيش حد بيعكس مشاكلنا النهاردة والشجر بيتقلع. عندنا مشاكل زي مشاكل الزراعة بصفة عامة. فغياب نائب يمثلنا علشان احنا كتلتنا التصويتية صغيرة ده لا يليق بينا كمركز وكمدينة كفر شكر ومدينة بنها ومركز بنها.
فده اللي احنا حبينا نوصل بيه رساله، وبوصل رساله للمواطن بقول له ده ما كانش مخطط الدوله ولا ده هدف الدوله، ده اداء حزبي المفروض ان يتم تعديله في المره الجايه. ووصل برضه للمواطن اللي عند حضرتك انه يبقى في اختياره دقيق جدا، وما تبقاش المساله انها دعايه انتخابيه او زخارف كده انتخابيه. هي دي المعضله الاساسيه اللي احنا قابلناها في الانتخابات، ان احنا ازاي نكسر سلبيه المواطن دي وندفعه ان هو يتوجه للصندوق. طب خليني في حضرتك. اتفضلي. امتى جالك القرار ان انت تمثل المواطن في مجلس الشيوخ؟ تمثيل المواطن في مجلس الشيوخ، لو قلت لحضرتك ان القرار ده جه قرار لحظي بدون اي ترتيب، وهي دي كانت المعضله الاكبر في حملتنا الانتخابيه. يكاد يكون قبل تقديم اوراق الترشح بيومين ثلاثه انا ما كنتش واخد اي قرار بالمنظر ده. لكن لما لقينا ان احنا بنختصم من العمليه السياسيه، ان احنا كدايره ما فيش عندنا نائب يمثلنا، فانا قررت ان انا ازج باسمي في العمليه الانتخابيه حتى لو ده ممكن يكون له مردود سيء علينا. حضرتك زي ما ذكرت في الاول قلت ان هو ما نجحش في العمليه الانتخابيه. أيوة. او سقط في العمليه الانتخابيه زي ما بيقول بالبلد يعني. لكن الانتخابات مش ناجح وسقط. الانتخابات في واحد داخل مركز على كتله معينه قدر يخرجها بطريقه معينه ونجح، واحد تاني الفكر اللي بيتكلم فيه ده بيستهدف طبقه معينه وبيستهدف ان عايز يلم الكل ويعمل موائمه. الطبقه دي ما زالت التجارب المريره من النواب السابقين مأثره عليها. مش احنا اللي فشلنا، احنا عفينا من المسؤوليه في المرحله دي، لان في ناس قبل مننا اثرت على عقليه المواطن بدرجه سلبيه رهيبه. فالنهارده بقى الشاب مش عايز يخرج، بقى كل واحد بيكلمك هم هيعملوا ايه الناس دي؟ والنائب ده انا بشوفوش، حتى انا لما كنت بلف في الحمله الانتخابيه بقول السلام عليكم، احنا النهارده بدات الانتخابات وبدا موسم بوس الراس. احنا جايين نبوس راسك عشان ناخد الكارنيه ونخلع. يقول لي ما ده اللي بيحصل كل مره. قلت له ما حصل عشان حاجتين، حاجه من الاثنين، اما ان انت كنت قاعد في بيتك وقررت ما تشاركش، او ان انت خرجت واخترت غلط. ايوه. اخترت عشان انت قريت فاتحه ودي مش من مسوغات ان انا اختار نائب. لا. او اخترت نائب عشان جاي في ايد كبيره عيله فلان وجايبه لك وبقول لك الراجل ده انا ضامنه. وفي الاخر ما طلعش هو اهل للضمانه. فاللي احنا برضه في تقصير من حضرتك ان انت ما اشتغلتش على زياده الوعي بتاع المحيط اللي حضرتك فيه. طب لما يكون احنا اشتغلنا على السوشيال ميديا واشتغلنا بطريقه وكيفيه ما فيش اي عضو قبل كده اشتغل بيها، وهو ده فكر الشباب اللي احنا حطيناه. تمام. لما يكون احنا عملنا صفحه وصلت لحوالي 1,900,000 ما شاء الله، واحنا عندنا كتله تصويتيه بتوصل لحوالي 3 مليون وشويه ما شاء الله، فاحنا تقريبا وصلنا. لا، وصلنا لكل شخص. إيه؟ بس مشكلتك في القرار المسبق اللي المواطن عمله. انت النهارده على تجارب الدوره اللي فاتت والدوره اللي قبلها، ونائب انا اديته صوتي ثاني يوم الصبح ركب الطياره ومش لاقيه. على تجارب قبل كده نائب لما باجي اكلم برضه جزئيه ثانيه، لما باجي اكلم حد يقول له ده احنا من طبقه الغلابه، احنا خارجين من الفئه الكادحه بتاعتكم، يعني انا ما زلت على اعتاب الطبقه دي والطبقه دي، لسه ما توغلتش في الطبقه اللي ما عندهاش مشاكل خالص، انا لسه داخل على الطبقه الوسطى. فشايفين مواجع دي ولسه حاسس بيها امبارح، وشايفين طموحات واحلام دي. فيقول لي لا كان خيرك يا اشطر، ما النائب فلان لا مؤاخذه في التعبير كان بيلف الدايره على الموتوسيكل والعجله. الله، هو فين النهارده؟ ايوه. طب المواطن ده عايز ايه؟ المواطن ده عايز ايه؟ المواطن ده انا بقول له انت المفروض تعمل ايه؟ لان هو عايز ايه ما فيش حد يقدر يحددها وما فيش حد يقدر يحققها له. المواطن ده عايز يخف قبل ما يروح للدكتور. ايوه. عايز احلامه تتحقق قبل ما انت تخش مجلس الشعب. صح. لما بيقول لي هو انت هتعمل لي ايه؟ او انت النهارده عملت ايه؟ قلت له اللي قبل مني لما عمل لك قبل الانتخابات، بعد الانتخابات عمل لك ايه؟ النهارده جه جاب كرسي في المضيفه، جه عمل حل حاجه في الجامع، جه حل جزء من مشكله الصرف، هو راح فين بعد كده؟ قلت له انا لو كان عندي سلطه او غيري عنده سلطه ما كانش جالك اساسا. احنا جايين النهارده بنرد اعتبار لبعض وبنعمل مصالحه ما بيننا وما بين الدوله. احنا في دوله عايزه تصلح طبعا، وفي مسؤول مش عايزة، وفي مسؤول بيتقاعس. بالفعل الدوله ابتدت، بس الدوله قالت انا لوحدي مش هقدر، ما تقدرش، لازم كلنا مع بعض. ما تقدرش، فانت عندك رئيس دوله بيعمل انجازات، عندك كل مكان تمشي فيه تلاقي الطريق الحر والطريق الاقليمي. طب اجي انزل من الطريق الحر على بهتيم الاقي مقلب زباله، ودي كان من المشاكل اللي قابلتني. لفيت على كل المقالب الزباله الموجوده في بهتيم، حاورت كل المواطنين، ده بعد ما خلصت بقى الانتخابات، احنا فضينا. ثانيه واحده، يعني بعد ما حضرتك سقطت، بعد ما خلصت الانتخابات يعني. ما هو في التعبير السيد، هي احنا هناخد وقت على ما نغير. انا اسفه. تمام. يعني بعد ما لم توفق في المساله. تمام. دي حضرتك كنت بتشتغل برضه، حاورت نباشين الزباله، الكلام ده من اسبوع. يعني قصدي، انا قصدي اقول ايه؟ قصدي اقول ان انت الهدف مش كرسي،
مش دي مش دي المساله بدليل برضه. ان انت عمال بتشتغل حتى بعد. لا ده انا مش بنشتغل ان احنا بنقول في مشكله هنا تعالى يا محافظ الالويه حلها. لا ده احنا وانا بقول في مشكله يا محافظ الالويه علشان 1 2 3 ودي حلولها هي. يعني انت بتقول بتشاور على المشكله ومش بترفع ايدك. لا مفيش حد يقدر يحلها لوحده. صح. فلازم المحافظ يعرف دور نباشين الزباله فيها ايه، لازم يعرف عدد صناديق القمامه ده كافي ولا غير كافي، لازم يعرف ان المحطه الوسيطه اللي الدوله اديته عشان ينفق عليها ملايين ما اتعملتش بالطريقه المظبوطه اللي كان ممكن تعظم الفايده بتاعتها ولا لا. ليه بتشتغل مع انك خرجت بره؟ لان احنا شايفين دوله بتبني وشايفين حد مش موصل ده للمواطن. انا بقول لحضرتك انت عايشه بهتين، انت مش كل يوم بتسافري وبتركب الحر وبتركب الاقليم وبتشوف الانجازات اللي الدوله عاملاها، وبتخرج ابنك من البيت يلاقي المنظر ده قدامك. انت ده هيكون اخليك 24 ساعه في التلفزيون بتقولي انجازات انجازات انجازات. طب هو في الواقع هو شايف الانجازات؟ الانجازات موجوده وعيان بيان. يعني انت حضرتك انت الوسيط بين احنا عايزين كل واحد النظام وبين المواطن، بتحاول تنقل احتياجات المواطن للمسؤول. تمام. وفي نفس الوقت بتحاول تبين انجازات المسؤول للمواطن. احنا بنقول احنا عايزين جايين دلوقتي بنعمل حاجه مش موجوده في مصر. ايه هي؟ في مصر اي حد بيشتغل في السياسه هتلاقيه واحد من الاثنين دول مفيش تالت. يا اما معارض متطرف بيخبط بس عشان اسمه يسمع في كل مكان، يا اما منبطح متطرف. احنا بنقول لا، في لازم في حته في لا خلينا نعمم. احنا بنقول اهو حتى لو نماذج الحق احنا في النص. ما اقول لسعادتك اقول لسعادتك لا مش كل الناس يا يعني في معارضين معتدلين بيعارض ولما بيحصل انجاز بيشاور ان في انجاز. لازم نسوق الانجاز، ده اللي بنقوله، لازم كل الانجازات تتسوق. مين اللي سواها؟ يسوقها الاعلام، يسوقها المواطن المثقف الواعي، يسوقها المسؤول اللي موجود اللي ما يشوهاش باداء سلبي في الشارع. صح. انا في كفر شكر، في عندك انجازات في كفر شكر؟ اه في عندي طريق جاي في كفر شكر، وفي عندي رفع كفاءه لطريق بنها المنصوره. طيب انا وانا على طريق كوبري بنها كفر شكر على الطريق ده عملت حادثه، هنزل تحت ابص الاقي مستشفى كفر شكر بقى لها 6 سنين معطله. يبقى المواطن اللي جوه كفر شكر الانجاز بتاع الطريق ده انعكاسه ايه؟ جهات بتتصارع على ملكيه ارض. ناس بتقول هنفتح الشهر الجاي، هنفتح الشهر اللي بعده، وفي عز جائحه كورونا ما اتفتحتش. نقلنا مستشفى كامله مركزي بتخدم اكتر من 500,000 نقلناها حطيناها. مش المفروض مسؤوليه النائب بقى انه يوصل ده للمسؤول؟ مسؤوليه النائب انه يوصل ده للمسؤول. طب وما فيش نائب؟ طيب في نائب وبيحافظ على علاقه جيده مع المسؤولين عشان اقدر اقدم مصالحي الشخصيه. يبقى انا كمواطن اتخدعت. طب انا النهارده بروح للنائب، لو سمحت يا سياده النائب انا عايز اخلص الملف ده، انا بتاع تشريع، ايه اللي انت جايبه لي ده؟ ده مصلحه شخصيه. وابص الاقي النائب في خلال سنه، في خلال 2، في مصانع، في شركات، في مساهمات في ابراج، في مساهمات في شقق، في مساهمات في فيلل. طب انت جبت ترخيصك ازاي؟ ده انا جاي لك عشان ترخيص ورشه حداده. مين المسؤول بقى عن فساد النائب؟ المسؤول عن فساد النائب خلينا نجيبها من الاول، سلبيه المواطن ان هو في الاول ما خرجش واختار وفرز. دي من الاول ومن الثاني ومن الثالث. اختياري كمواطن ما كانش اختيار سليم، فانا المسؤوليه عندي، انا مش هفضل ارمي كل المسؤوليات على الاخرين. وانا كمواطن ده انا القانون قال لي انزلي حضرتك اختاري اللي شايفه انه ممكن يخدمك، فانا اخترت غلط فاستاهل، فالمره الجايه لازم اختار صح. ما هو هنا دور الدولة برضو، احنا زي ما بنقول ان النائب ده حلقة وصل ما بيننا وما بين الدولة، لازم الدولة برضو تبقى هي مركزة. طب في دقيقة حضرتك فضلالي، حضرتك الكاميرا معاك، قول لي بشكل مختصر انا كمواطن قاعد ما بفهمش في السياسة، انت عايز ايه؟ طلباتك ايه؟ احنا بنقول احنا عمرنا ما هنبني البلد غير لما نكسر السلبية. منصب عضو مجلس الشعب او عضو مجلس الشورى اللي احنا بنستهين بيه وبنعتقد ان هو ده بس هيجي يقضي مصالحه الشخصيه، مش شورى بقى شيوخ، الشيوخ وات ايفر المسمى، المهم المضمون وفي النهايه التارجت بتاعه ايه اللي بنتكلم فيه. عضو مجلس الشعب ده دوره من الخطوره ان هو ممكن يغير مسار البلد مع الدوله، والدوله بتبني في اتجاه معين، وهو يعمل تشريعات تعمل موائمه ما بين انجازات الدوله وما بين مواجع المواطن. احنا النهارده، طب احنا النهارده بنقول في مشكله في سعر رغيف العيش او في وزن رغيف العيش، مين النهارده من المسؤولين او من الساده النواب فكر ان هو يراجع وزير التموين؟ لا في ناس راجعته وفي تفسيرات اتوضعت، وانا مش بصدد مناقشه لان ده مش احنا بناخدها كمثال. يعني انا عايزه اعرف حضرتك يعني انت دماغك فيها ايه عشان نوضح للناس لو فكرت تترشح تاني. احنا دماغنا ان احنا بنعمل مصالحه ما بين المواطن وما بين الدوله،
بنقول لكل مواطن مش لازم تكون مسؤول عشان تروح تشتكي المحافظ او عشان تشتكي المسؤول ما، بنقول لكل مواطن انت لازم تفهم ان الانجازات اللي بتعملها الدوله دي ممكن يكون في مردود تاني موجود في دايره عملك او في دايره اقامتك، بس ده مش الدوله. المواطن هو الاساس، المواطن هو اللي الدوله بتشتغل له، المواطن هو صاحب كل الحقوق، فالمواطن لازم يذاكر حقوقه شويه ولازم يبقى عنده وعي ولازم يختار مظبوط. يعني مسؤوليتنا نختار مظبوط. انا بشكر حضرتك جدا استاذ لطيف. فقره نقطه اخيره، اللي يحضر مكياله بيزيد صاعين، اللي يحضر مكياله يزيد صاعين. ده مثلا لو يروح عند الصندوق ويقف هيجيله نائب يمثله فعلا. انا بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتني وكنت سعيده بوجود حضرتك كشاب مصري مهتم بشؤون بلده. شكرا يا فندم. شكرا جدا. الفقره الجايه هي فقره الخير. معانا جمعيه نبض الحياه للمره الثانيه، هنشوف يعني نماذج اخرى وان شاء الله الفقره تعجبكم. خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم تاني، واحنا دلوقتي مع فقره الرحمه والخير والبركه. بيشرفني فيها دكتور احمد صبري، مولانا الشيخ دكتور احمد صبري. حضرتك شرفتنا ونورتنا. الله يحفظك. اهلا بيك. انا سعيده جدا باهتمام حضرتك بعمل الخير لصالح اهلنا اهل مصر بالتعاون مع جهات رسميه. وزي ما قلت قبل كده، جمعيه نبض الحياه هي جمعيه مشهره وعليها رقابه من الدوله، وبتتعاون مع جهة حكومية. هتكلمني أكتر بعد إذنك؟ خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. في البداية بس أنا بشكر حضرتك وبهنيك بالبرنامج الجديد، ربنا يجعله إن شاء الله خير، وربنا سبحانه وتعالى ينفع بيكي أينما حللتي ونزلتي. اللهم أمين. اللهم أمين. بص يا ستي الكل، مؤسسة نبض الحياة دي مؤسسة خيرية مشهرة تبع التضامن الاجتماعي، هي تعمل في العمل الخيري. تمام. الهدف من الشغل بتاعنا ان احنا اولا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة احنا بنحب البلد. البلد اي عمل في البلد ينفع احنا معاه. تمام. احنا بنساعد فيه. مؤسسات المجتمع المدني دورها فعال جدا ان هي تبني. تمام. ان هي تعمر. تمام. ان هي تخضر. ان هي تشوف الناس محتاجين ايه، يبقى الحكومة بتشتغل في ناحية واحنا بنشتغل معاها في ناحية تانية، فبنساعد احنا الاثنين قصاد بعض. وهي الحقيقة الحكومة من البداية سيادة الرئيس قال انا بعشق البلد دي وانا خدام البلد دي، بس مش هينفع لوحدي. ده صحيح. لازم كلنا. صحيح. نكون مع بعض. صحيح. في خدمة بعض. صحيح. وخدمة بلدنا. صحيح. هو ده. فانا ليه بسأل حضرتك، هل الجمعية مشهرة وعليها رقابة؟ صحيح. مش هكذب على حضرتك، يعني انا مثلا لما اكون هطلع حاجه لله يعني من فضل الله يعني يعني من مال الله يعني، فبقى عايزه اطمن انا اللي انا بعمله ده رايح لله وعليه رقابه ولا لا. فانا اسفه انا بسال حياتك يعني. صحيح. هل الجمعيه مشهره وفي جهات؟ في طبعا في قرار اشهار، واحنا الحمد لله يمكن جمعيه المؤسسه هي المؤسسه الوحيده في اغلب المؤسسات الموجوده حاليا معاها تصريح جمع مال. تصريح جامع المال طبعا ما بيطلعش من جهه واحده، من اكتر من جهه، لان في رقابه. اخطر من اخطر ثلاث جهات في الدوله، لانهم بيشوفوا كل جنيه رايح فين وجاي. معلش اقولهم برضه عشان انا اطمن كمواطن. يعني هل مثلا وزاره الشؤون الاجتماعيه طبعا او التضامن الاجتماعي ده الاساس. ده الاساس. تمام. في جهات ثانيه لازم هي اللي بتراقب الموضوع وبتدي تصريح الماليه او بتخص. نعم. تمام. بتشوف الموضوع رايح فين وجاي منين. تمام. احنا بما يرضي الله بنطلع مع المشاهد، احنا ماشيين كده مع المشاهد. تمام. بيبقى عندنا مطالب وعندنا انجاز. احنا شهريا انا بنفسي وفريق العلماء اللي معايا بنروح نستلم الانجازات اللي بنعملها كل شهر. تمام. يعني بنطلع نقول والله احنا عندنا مثلا قريه. تمام. القريه دي بالكامل عايزين ندخل لها ميه. تمام. القريه دي بقى عدد الناس اللي فيها 100 200 500 1000 اكتر من كده، بنقسم ده حسب القدرات الماليه اللي داخله لنا. تمام. يعني انا في كل حلقه بطلع اتكلم مع الناس بقول لهم انا عايز اعمل 1 2 3 4. بعد اسبوع من الحلقه دي الانتاج اللي جه النهارده انا ببدا اشغله من نفس اليوم، بعد اسبوع بستلمه. تمام. يعني لو وصلات ميه ببقى دخلتها خلاص. تمام. لو ابار ميه ببقى حفرتها وانتهينا منها. تمام. فاحنا عندنا الابار بتنقسم عندنا احنا في قسمين. تمام. في ابار ارتوازيه وفي ابار بنحفر اماكن تحوشي فيها ميه المطر زي مرسى مطروح.
آبار ارتوازية دي يعني بننزل على عمق من 60 ل 80 متر تحت سطح الأرض. تمام. وبيبقى فيه مضخات تشفط المية دي وتطلعها نستفيد بها، بتبقى مية من باطن الأرض. تمام. ويشترط في الآبار الارتوازية دي إن هي تكون آبار في أماكن صالحة، لانه في اماكن لو انا عملت فيها بير ارتوازي هتطلع لي ميه مالحه خالص، مش ما تنفعش. يبقى انا فلوسي راحت على الارض. احنا عندنا في الواحات مثلا، الواحات كلها بعيد عن نهر النيل بتزرع احسن زراعه وبيصدروا احلى تصدير وبيشتغلوا احلى شغل ابار ارتوازيه. طيب احنا معانا تقرير بعد اذن حضرتك نشوفه فضل. ونرجع لحضرتك تاني فضل. هنتفرج على التقرير حضراتكم، خليكم معانا. هنا مركز طمية محافظة الفيوم، دايما اختيارنا بيكون للعزب الفقيرة او العزب الاشد فقرا. لما بننزل البيوت بنلاقي البيوت كلها وضعها صعب جدا. بجيب من اخر الدنيا السكر للاميه ب 10 جنيه، وسواء معي وسواء ما معيش، وسواء اتسلف وسواء ما اتسلفش، وسواء الجيران يدوني وسواء ما يدونيش، وبعد وقاعد عشان وعايزه اشرب اميه مش لاقيه اشرب. احنا في عزبه ابو سميره بنملى من مركز طميه، يعني بيننا وبينها حوالي من 5 كيلو، يعني مسافه غامضه لما بنجيب شويه الميه ونجي لحد هنا. فيعني من اهل الخير والكرامه، يعني تبعتوا لنا بس شويه ميه، تبعتوا لنا عداد. احنا لا، انا راجل طبعا كبير وما فيش ما معيش اركب عداد. احنا بيجي علينا وقت ما بنلقاش ميه خالص، بنشتري الجيركن ب5 جنيه وب10 جنيه من بره عشان احنا نعمل منه طلباتنا. وسواء والله جت عليا ازمه في رمضان ما كنت لاقيه ميه خالص، وملات الجيركن من مسافه بعيده جدا، بقت اشيله شويه وانزله شويه عشان ان انا ارتاح. وعشان كده في نبض الحياه دايما شعارنا نقول تعالى بنفسك، تعالى وانزل معانا على ارض الواقع وشوف البيوت بعينك. هتلاقي البيوت صعبه جدا جدا جدا، لما هتشوفها ما تتخيلش ابدا ان في سكان عايشين في البيوت دي. اي حد في حضراتكم حابب ان هو يشرفنا ويجي يبص بعينه، انا بدعوه انه يجي يشوف بعينيه معانا الناس اللي بنوصل لها الميه. طبعا بعد ما شفنا التقرير ده مش عايزين ندعي على السابقين اللي المفروض الانجازات اللي بتحصل دلوقتي بسرعه الصاروخ كان لازم تحصل من 30 سنه فاتوا او 40 سنه فاتوا عشان ما نشوفش النماذج اللي احنا شايفينها. عايز اقول ان في خطه الدوله عاملاها من 2017 ل 2037، ربنا يدينا العمر يعني. بس الدوله ان شاء الله في يوم من الايام هنوصل ان مش هنلاقي اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. في 50 مليار دولار الدوله رصداهم بالتعاون مع 9 محافظات علشان ما نشوفش ده. ده كان لازم يحصل 9 وزارات، ده كان لازم على فكره يحصل من 30 سنه فاتوا، يعني من بعد ما خلصنا حرب اكتوبر وخلاص ابتدينا نتعافى من الحرب، كان لازم نبتدي نعمل اصلاحات اللي احنا ابتدينا نعملها دلوقتي. فربنا يعين اللي موجودين دلوقتي عشان بعد 10 او 15 سنه ما يكونش ده موجود. الدوله بتعمل ده بس مش هتعمله كله في مره واحده، في خطه وفي انجازات بجدول زمني. الله يعين حضرتك. وانت بتعاون الناس الاهلنا اللي محتاجين، وزي ما قلت لحضرتك الدوله لوحدها مش هينفع، فوجود ناس افاضل فيهم ثقه زي حضرتك. انا اقدر وانا بحاول اعمل تبرع ابقى انا واثقه هو رايح فين ولمين وشايفه بعيني. انا سمعت كمان حاجه عايز حضرتك تاكد لي عليها، هل انا لو انا عايزه اشوف بنفسي وبعيني النموذج اللي انا عايزه، انا هو متبرع بقول لحضرتك من فضلك انا عايزه اجي مع حضرتك اروح البلد اللي انت عرضتها لي دي عشان اشوف بعيني. بيجي معانا ناس متبرعين، يعني انا جه معانا تاجر من العتبه. من العتبه؟ اتصل بينا كده قال احنا عايز اجي معاك واشوف. طب يا سيدي حاضر اتفضل. قال انا هتبرع بخمس وصلات. ما شاء الله. طب يا سيدي اتفضل تعالى. وجه راح معانا الفيوم، انا ما كنتش معاهم في السفريه دي. تمام. اول ما راح وشاف
اتبرع تقريبا ب 45 وصله. ما شاء الله. عمل ايه ما بقى؟ شوف النماذج. لا شوف النماذج. شوف النماذج عمل ايه الراجل. رجع قام مكلم كل التجار اللي حواليه فاصبح هو مركز تجميع وهو اللي بدا يجي يعمل. فده متاح لنا لانه اطمن لحضرتك يعني لحضرتك كنموذج يمثل هذه. احنا في الشغل بما يرضي احنا بقى لنا فتره طويله في الفيوم. يعني المشاهد يسمع دايما مركز طميه الفيوم ليه؟ احنا بنعمل ايه؟ احنا لما بننزل على شركه الميه بنمضي معاهم العقد بتاعنا لانه الوصله الواحده. انت بتروح لشركه الميه الحكوميه؟ طبعا. تمام. لا شوفي الحكومه بتعمل يعني معايا ايه كمان. انا برضه عشان انا بكلم حاجه بلسان المتبرع. ايوه. مش انت حاجه بتجيب واحد من مزاجك كده سباك. لا 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 خالص. وتديله فلوس. لا 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 خالص. ده انت لا لا اللي بيدخل وصله الميه شركه الميه موظف من شركه. شوفي بس اللي بيحصل. بمضي معاه عقد تقول لي بص الوصله دي بتكلفني 7000. تمام. بس انا عشان انت مؤسسه خيريه والناس دي فقراء لازم يجيني بحث اجتماعي من التضامن الاجتماعي. ان صفات الناس دي 1 2 3 4 البيت بتاعه يكون بيت ريفي خالص ما يكونش عنده بقاله ما يكونش عنده مشروع ما يكونش بياخد معاش ما يكونش كده. أيوة كده ما يكونش قادر انه يدخل ميه. فالتضامن الاجتماعي مع شركه الميه عشان شركه الميه تدهاني بدل 7000 3000 اهو. معلش بناكد تاني ان الدوله تكلفه الخط الميه او وصله الميه 7000 جنيه. الدوله لما بتشوف حد زي اخونا الفاضل دكتورنا الشيخ جاي بيقول لهم لو سمحتوا في مواطن فقير مش قادر فيقولوا طب نتاكد الاول ان هو مش قادر. لما بيتاكدوا عن طريق وزاره التضامن الاجتماعي اللي احنا تبعها بقى اللي انتوا تبعها اللي احنا تبعها وزاره الايه بقى التضامن الاجتماعي. لا الوزاره اللي بتديك الميه مرفق المياه. مرفق المياه شركه الميه. شركه الميه اللي هي برضو تابعه للدوله بتقول له طيب بص انا كدوله المفروض بكلفها 7 بس عشان ده انا المفروض اوصل له. صحيح. فانا هعمل انت هتدفع 3 انا هدفع اكتر منك مش 3 زيهم لا هدفع 4. فهي بتخفض ل 3000. فبنبدا نعمل ايه بقى؟ ناخد المركز القرى ناخدها قريه قريه. افرضي انا مطلوب مني 7 8 مليون جنيه. أيوة ما اقدرش في لحظه اطلع بيهم. طب ممكن اقوم اقسمهم على شهور. ما انت حاجه دوله صغيره. يعني بالزبط. على ميزانيتك على قد خطوه خطوه كده. فبنطلع في كل تقرير ببلد بعزبه بكفر بنجع ما شاء الله بمكان الله. فنقسم الشغل. الشغل لما يبقى كتير علينا ما نقدرش الحمل يكون على المشاهد وعليا تقيل فبنقسم الشغل على الايام والاسابيع. فبننزل المحافظه من دول ما بنطلعش منها بفضل الله الا لما نخلص كل المطلوب. يعني دلوقتي احنا فاتحين شغل فين؟ انا فاتح شغل في الفيوم. تمام. فاتحين في قنا ما شاء الله. طبعا. فاتحين في الاقصر ما شاء الله. فاتحين في اسوان ما شاء الله. فاتحين امبارح كنت فين؟ كنت في الغربيه. الله اكبر. يعني انت حضرتك من الجنوب للشمال. طبعا. لا لا يعني ما فيش. والاسبوع اللي بعد اللي جاي رايحين الشرقيه. طب ممكن اشوف تقرير تاني فيه انجازات برضه عشان تشوف معانا وتفرح معانا. اتفضل. ومن عزبه مصطفى محمود مركز طمية بمحافظه الفيوم. مكان جديد يعني فرحة جديدة بشرة جديدة لأهل العزبة دي. هننزل ونوصل لهم وصلات المية ونفرحهم زي ما فرحنا عزب كتير. والله والله العظيم بملها من آخر الدنيا ما بتجنيش. أنا أقرب الأيام محولة يا جهر بعجراجة عشان عيالي تشرب. تحسوا بينا اللي عندها مية وبتشرب كده وحاسه بقيمه اللومه. دي الواحد ساعه ما بتقطع من عنده اللومه نص ساعه بيبقى يتجنن. يا بال احنا اللي مش عندنا خالص. الميه دي متجنيش خالص وما لقاش حد يملى لي الميه. بروح اجيب الجاز النقل في الطبسه ب 10 جنيه. دايما اختيارنا بيكون للعزب الفقيره او العزب الاشد فقرا. لما بننزل البيوت بنلاقي البيوت كلها وضعها صعب جدا وحتى وضع سكانها صعب جدا. انا مستني والله العظيم كتير. مستني كل اهل الخير. مستني الناس المنفقين المتصدقين مع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتاجروا مع ربنا يرحموا. قلوب نادت كتير. في هنا مش 100 ولا 200 ولا 500 ولا 1000 بل هنا أعداد كتيرة جدا من الأسر محتاجة ندخل لها عدادات مية.
تبعد عن النفس ورغبات النفس والأنا، هتشوف مع نبض الحياة السعادة والهنا. والله العظيم ربنا هيسألنا عن الناس دي. يعني الحمد لله، نحمد ربنا الحمد لله على كامل النعم، بس يعني ممكن تمن سندوتش همبرجر يفرق كتير. يعني مش هقول تبرع كبير طبعا اللي يقدر، دي تجارة مع الله، وان اللي انت بتدفعه ده على فكرة مش مالك، ده مال ربنا. والصدقة بتطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، الصدقة بتداوي مريض عندك، الصدقة بتحافظ لك على بيتك وعلى عيالك، وإن الله يربي الصدقات. اتجرب كده وادفع مبلغ، إذا ما تردلكش أضعاف ده وعد الله. يعني ربنا يكرم. وكنت زمان جدتي الله يرحمها كانت تقول لي اسقيني، فلما أجيب لها كوباية مية تقول لي أنت حبيبة سيدنا الحسين، فما كنتش بفهم. فجيت مره قلت لها يا تيتا ليه؟ قالت لي عشان سيدنا الحسين ميت عطشان، فانت لما بتسقي حد عطشان سيدنا الحسين هيستناكي على باب الجنه. يعني ستي على حسب بقى يعني عقلها، يعني حب المصريين لآل البيت متأصل فيهم. لا انا قصدي اقول ان بق الميه النظيف ده يعني صحيح. احسن يعني ما تدي، لو جيت اديت حد من الواقفين ده مثلا صدقه 100 جنيه هيقول لك اديني ازازه ميه احسن. صحيح. ما احنا بنروح لهم يقول له احنا مش عايزين اكل ولا لبس ولا شرب، احنا عايزين المية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن آية في غاية الروعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون. ده ربنا بيتكلم في سورة الواقعة. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن يعني السحب. لو نشاء جعلناه أجاجا يعني مالح. فلولا إيه تشكرون. شكر نعمة ربنا أفضل من إن أنا أوصل مية لحد محتاج. مش ربنا بيقول لئن شكرتم، مش حضرتك بتقولي لسه دلوقتي ربنا ربنا يربي الصدقات. بيربي الصدقات بيزودها. وشكر ربنا بيربيها. يبقى مش مجرد نقول مش مجرد الحمد والشكر إلا لا، أشكره بشكل عملي، إن أنا أشكره يا رب أنت أنعمت عليا. بقول لحضرتك ده في ناس والله العظيم مش لاقين ياكلوا بالبلدي ومن دخلهم اللي هو ولا حاجة بيتصدقوا. صحيح. اللي بيتصدق بجنيه صحيح دي إمكانياته. صحيح. هو كل بيته ما فيهوش غير 20 جنيه صحيح. رب درهم سبق 100,000 درهم حسب نيتي وحسب صدقي في الصدقة. حضرتك بتقولي دلوقتي إنه الشكر ما بيبقاش مجرد كلام. ربنا قال كده في القرآن، قال اعملوا آل داود شكرا، ما قالش قولوا آل داود شكرا. العمل وريني هنعمل ايه. فلما تيجي تشوف الحاجات دي كلها، فيه واحدة اسمها زبيدة بنت المنصور زوجة هارون الرشيد، في عام 186 من الهجرة راحت حج، فبصت لقت الحجاج بيعانوا جدا في طلب المية، فجابت خازن المال بتاعها هي الشخصي باللغة بتاعتنا البنك اللي بتحط ذهبها وحسابها فيه، وقالت لخازن المال أنا عايزة أعمل آبار مية توصل في مكة وتروح عرفة والمزدلفة ومنى. فقال لها بس الآبار دي هتكلف مال طائل جدا. قالت له اعمل وإن كلفك ضربة الفأس دينار، يعني مهما كانت غالية. قال لها بس عشان تكوني عارفة الذهب بتاعك هيخلص، كله هيخلص والمال بتاعك كله هينفد. قالت ما عنديش مشكلة افعل. وراحت جايبة المال وجابت المهندسين والعمال وبدأت تدي لكل واحد المال عشان يروحوا يشتغلوا ويعملوا. العين دي موجودة لحد النهاردة في مكة. لحد النهاردة اسمها عين زبيدة. من 186 هجرية. شوفي احنا في سنة كام السنة دي، والله اكبر ما زال لحد دلوقتي العين دي موجودة. يوم الحساب بقى جم المهندسين خدوا الفلوس منها وجايين بقى يصفوا حساباتهم بقى. هي كان لها قصر على نهر دجلة، فراحت واخدة الكتب منهم والكراريس اللي كاتبين فيها، هم باقي عندهم فلوس. راحت واخدة الكراريس منهم وراحت رميها في نهر دجلة، وبصت فيهم قالت لهم تركت الحساب ليوم الحساب. يا الله. من كان له عندي مال فليأتي ليأخذه، ومن كان لي عنده مال باقي من الحساب فقد تركته.
يا ما شاء الله سبته. ده بتتصدق بكل حاجه في العين دي بقى لحد اللحظه اللي انا موجود مع حضرتك لسه باقيه. شوفي لما تعملي صدقه تفضل اكتر من 1200 سنه. شوفي شوفي انت هنموت واللي هيجيني وهيجي لك. اه والله اذا مات ابن ادم انقطع. شوف الكلام النبي اول واحده فيهم ايه؟ صدقة جارية. هي دي اللي مستنيانا واحنا مستنيينها وهتنفعني وتنفعك لما نموت. انت عارف حضرتك وفي حديث برضه انا مش حافظاه بس معناه ان المتوفي لو يعني في عنده مقدره انه يرجع تاني فكان بيطلب من الله انه يرجع عشان يتصدق. لعلي اعمل صالحا فيما تركت. هو الـ الـ الامنيات الموتى اول امنيه. هو انا فاصدق واكن من الصالحين دي ايه. وانا فاصدق هو بيطلب من ربنا بيقول انا عايز ارجع عشان تعمل ايه؟ قال له فاصدق انا عايز اتصدق واكن من الصالحين. ايه في القران الكريم ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. فتخيلي انه الصدقه دي بتعمل فيك ايه. انا عايزه ادعي لك ربنا يحفظك كل اللي شغالين معاك. الله يسعدك الحلوه ويعني ويقدركم على المجهود اللي انتوا بتعملوه ده لله. بس انا ليا طلب واحد قبل ما تحكي. تحت امر حضرتك هتيجي معانا. اتشرف والله العظيم. اتشرف ده ناخد البركه واتشرف فيها والله. والله العظيم وهتيجي معانا. بص هيبقى بص المش في ناس كتيره بتصل عليا وتقول لي انا بس للاسف بيبقى طعم الصدقه لما تروحي تعمليه بنفسك غير لما ترمي الفلوس وتحطيها. ربنا يكرمكم. اتصدقوا على قد ما تقدروا. كان نفسي الفقره دي تطول اكتر بس للاسف الوقت خلص. استنونا بكره ان شاء الله هنتقابل هنا. بكره ايه؟ لا بكره مفيش. يوم السبت اللي جاي ان شاء الله الساعه 4 على قناه المحور برنامج بنت البلد. السلام عليكم. عليكم السلام.